تحويل إدارة النفايات إلى فرصة تجارية هو شعار الطبعة السابعة للصانون الدولي للاسترجاع وتثمين النفايات المنظم من طرف الوكالة الوطنية للنفايات بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، حيث تهدف هذه الطبعة إلى الانتقال نحو مبدأ تثمين النفايات واستغلال الثروة التي تقدر قيمتها الاقتصادية ب 207 مليار دينار جزائري سنويا والترويج للسوق الجزائرية في إدارة النفايات. نتكلم عن نظرة اقتصادية، نشوف بأن اليوم في الجزائر الحمد لله فيه يعني وعي جماعي للمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية. لحقنا 714 شركة اليوم عندها سجل تجاري تنشط في ميدان الرسكلة في ميدان التحويل. عندنا اليوم أكثر من 636 شركة مصدرة حاليا من المواد اللي تنتج من التحويل ومن الرسكلة. إن شاء الله المرة الجاية بما أنه فيه سياسة جديدة فيما يخص قضية جمع النفايات وتحويلها إلى مواد أولية اللي من ان شاء الله ما نصدرش هذه المواد نستغلها هنا في الجزائر. اليوم النفايات عندها اون فالور ايكونوميك، دونك لو جيزمون اكطوال تاع لي ديشي فات من قيمه 92 مليار دينار الى كما اشار لي سيد وزير التجاره الى قيمه يعني في القيمه هذه الاقتصاديه كانت في 2020 قومناها ب 92 مليار دينار، في 2021 شوفوا القفزة يعني قومناها ب 151 مليار دينار. على مدار 4 أيام سيعرف المعرض مشاركة المؤسسات الوطنية العامة والخاصة الفاعلة في مجال إدارة النفايات وكذا مختلف الهيئات المسخرة من قبل الدولة لتقديم الدعم التقني والتمويلي للاستثمار في هذه الشعبة الاقتصادية الواحدة. من الإيجابيات تاع المعرض هذا سي التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والتواصل بين المؤسسات وإطارات يعني الإطارات الوصية وهي وزارة البيئة والطاقات المتجددة والوكالة الوطنية للنفايات. هذا المعرض اللي حيخلينا معرض بيه هو معرض بيئي تجاري، يعني اليوم لدينا فرص ربما حتكون لنا إن شاء الله شراكة مع عدة متعاملين اقتصاديين. نشكر الوزارة اللي خلتنا أنه نجو للمعرض هذا ونبينه للشباب وش قادر يدير، ولما لا أنه يعاونونا ويتهلاو في شغل يتهلاو في ليجان. والحمد لله شغل من ناحية نحكي على الستارت اب تاعي لقت رواج كبير واستحسان من جميع السلطات المعنية في مجال البيئة. استرجاع وتثمين النفايات مجال مهم تراهن عليه الجزائر اليوم حماية للبيئة من جهة وخلقا لثروة تساهم بشكل فعال في انتعاش الاقتصاد التدويري من جهة أخرى.